ناشيانك جنرال مستابك جنرالار من جراسي. فاليري جراسيموف قائدا للمجموعة الموحدة للقوات المسلحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. تعيين رئيس هيئة الأركان العامة الروسية في هذا المنصب قرار استراتيجي. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يسند إلى الجنرال جراسيموف هذه المهمة ويضع تحت تصرفه كل موارد القوات المسلحة ويوسع له أبعاد المهمات العسكرية في أوكرانيا. هذا يعني من دون أدنى شك أن روسيا قبلت التحدي الأطلسي الذي يكمن في المضي قدما في تزويد كيف بأنواع جديدة من الأسلحة أبعد مدى وأكثر فتكا. معركة سوليدار واقتراب معركة أرتيومسك باخموت وبعد ذلك معركة محور كراماتورسك سلافيانسك سيفرسك، كل ذلك يشير إلى عزم القيادة الروسية على استكمال تحرير دنباس والانقضاض على القوات الأوكرانية في أجزاء مقاطعتي خرسون وزاباروجيا التي ما زالت تحت سيطرة كييف خلال الحملة الشتوية الحالية. موسكو تيقن أنها ستصطدم بقوات أوكرانية أكثر تنظيما وتجهيزا خلال الحملة الربيعية التي يكثر الحديث عنها سواء في كييف أو في العواصم الأطلسية. اجتماع ممثلي المؤسسات العسكرية في كل من أوكرانيا ودول الناتو في قاعدة رامشتاين في ألمانيا سيكون مفصليا من ناحية تزويد كييف بدبابات وآليات عسكرية أخرى. بتعيين جراسيموف في أعلى هرم القيادة الميدانية للعملية العسكرية الخاصة، موسكو تنتقل عمليا وربما سياسيا في مرحلة مقبلة إلى مواجهة مباشرة مع دول الناتو في ضوء المعطيات التي تتحدث عن انخراط فرق قتالية نظامية من دول الحلف الأطلسي في معركة سوليدار وغيرها من المعارك. أما الوثائق التي كشفتها مجموعة فاغنر العسكرية لمقاتلين بريطانيين فهي قطرة في بحر الانخراط الأطلسي في الحرب على روسيا فحسب. سلام العبيدي، موسكو، الميادين.